الموضوع السيدة الكاتبة الدولة، تكلمتم اليوم في البرلمان في الغرفة الأولى ديال النواب حول الوضعية ديال المغاربة في تندو، أي اللاجئين في تندو. بالفعل هذه من بين المواضيع الأول مهمة جدا، لأن احنا كنعرفوا بأنه الانتهاكات بمخيمات تندوف تعتبر جانبا إنسانيا واللي مرتبط يعني النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، واللي المغرب دائما كان يدعو باش يكون هناك وضع حد لهذه الانتهاكات تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وحنا كنعرفوا أيضا أن المسؤولية ديال الجزائر يعني واضحة وجلية في هذه النقطة، أولا عدم احترامها لاتفاقية جنيف، ثانيا عدم قبولها إجراء إحصاء للساكنة، أيضا أن هناك المساعدات اللي كتمشي كتوجد ما كتمشيش للساكنة اللي معنية، وشفنا هناك أيضا واحد ترويج للناس اللي تما كاين محتجزين وما عندهمش حقوقهم، فهذا كله بالطبع عنده واحد الوضع كارثي اللي كيأثر على الساكنة في المخيمات واللي كيتأزم أكثر فأكثر. والمغرب كان دائما يدعو في المحافل الدولية ويهدف إلى حشد أكثر دعم أكثر على المستوى الأممي باش أولا يكونوا هاد الناس تحفظ لهم حقوقهم أولا، ثانيا أن هاد الانتهاكات تحد. ولاحظنا التفاعل الإيجابي في المنتظمات الدولية على مستويين، مجلس الأمن فمنذ 2011 كيصدر قرارات صريحة يدعو فيها الجزائر إلى إحصاء ساكنة تندوف، لأن هذا هو المدخل الأساسي باش نعرفوا شكون هاد الناس وشنو الهوية ديالهم كيفاش يعني يتضمنوا لهم حقوقهم. ثانيا أنه كان أيضا استسرد الوزارة واحد البيان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللي هو أيضا أكد على ضرورة الضبط الدقيق للساكنة، وأيضا أشار إلى العدد الرقمي يعني التقريبي لعدد الساكنين اللي في 90,000 اللي هو كما قلت يتنافى مع ما يتم الترميج له في يعني واحد الأعداد فائقة يعني هذه المستويات. وهذا بالطبع يعني كيبين مرة أخرى بأنه هناك دعوة أكيدة باش يكون حصر ديال هذه الساكنة وباش يكون أن تضمن لها حقوقها في إطار اتفاقية الأممية.